بسؤالك يا مخرج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، عدد 5 دول عربية تستخدم الدينار عملة لها. ما في أبسط من كذا. يلا يلا. تستخدم إيش؟ الدينار عملة، الدول عربية تستخدم الدينار عملة لها. يلا. الكويت. يلا يلا. الإمارات. الإمارات خطأ. يلا بسرعة. عمان. لا لا خطأ. البحرين. البحرين. يلا ها. الأردن. يلا باقي 2. ها الكويت قلتها صح؟ يلا قلتيها صح. 2. يلا للأسف. معليش نعتذر منك. 11,000. الأردن قلناها، الأردن وعديناها. كان باقي لك عراق، كان باقي لك ليبيا، كان باقي لك جزائر، كان باقي لك تونس. يلا معليش. 11,176 وتذكرة فلاي ناس، ولا أحلى من كذا. شكرا.